لك. ايوه سيدي بشر دي بعيدة أوي. سيكامل أنت عايز تبعدني من هنا ليه؟ ما بلاش نمثل على بعض بقى يا فاطمة. على فكرة أنا النهاردة رحت المديرية وقابلت العميد فتحي الشرقاوي وحكالي على كل حاجة وعرفت عنك كل حاجة، بس الحاجة الوحيدة اللي مش قادر أعرفها إزاي قدرت تمثلي عليا أنا يا فاطمة. الأوان. وأنت إيه بقى اللي يهمك يا ست على مأمورية بالخطورة؟ إيه اللي ممكن يحصل لي أكتر من كده؟ إبراهيم أخويا من دمي ولحمي اتقتل، تفتكر ممكن أسيب دمه ويروح غدر؟ آه باين عليك عنيدة أوي يا فاطمة، وأنا بحذرك. كنت حذرت نفسك، ما أنت عارف إن أنا بخاطر، واللي حصل لإبراهيم أخويا ممكن يحصل لك. آه اللي حصل لإبراهيم أخوك ممكن يحصل لي بس بشغلتي. أيوه أخويا مش ممكن اسيب دمه يروح حاضر. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عندي خطه جريئه قوي. دلوقتي قدوره لازم يخرج من بحره او ندخل احنا البحر وراه. كنا هو يخرج من بحره سيده هو، الاحسن نروح له احنا. اهو ده اللي في بالي بالظبط. واغرب انسان ممكن يوصل له القرايب منه هو انت. ازاي؟ عاوزك توصلي لكل اسراره. تعرفي هو بيفكر في ايه؟ ناوي يعمل ايه؟ معنى كده اني لازم اقتل جنبه. لا مش جنبه بس. لازم تبقي جوه بيته. ازاي؟ لازم تكسبي ثقته مهما كانت ثمن. يعني ايه بقى مهما كانت؟